السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. يا رب الفرحه، يا رب السعاده، يا رب الهنا لمواليد برج الميزان. اكبر تحيه لمواليد برج الميزان حبايب قلبي. يلا بينا بقى نصلي على الحبيب وننزل باللايك بتاعك يا برج الميزان علشان الفيديو بتاعك يوصل لاكبر عدد من المشاهده، وطبعا الصلاه على الحبيب، وتقول لي ايه اللي هينطبق عليك من قراءتنا النهارده. طبعا اللي هينطبق عليك هيكون فرحه وهنا ورزق. يلا بينا بقى يا برج الميزان نشوف ايه الاخبار عندك. بص، مشاجرات كتير، اخبار كتير، مواضيع كتير. بسم الله، شايفين؟ مقدما كده وقبل اي حاجه، مين لسه مستشير دكتور، كاشف عند دكتور، عنده اعاده عند دكتور، حاجه المهم تخص دكتور اهو، او بتكشفه عشان طاقه انجاب، الله اعلم. لكن في زياره دكتور الفتره دي، اليومين دول، يعني انتوا كنتوا في زياره دكتور اليومين دول. بسم الله، طبعا اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه، انتوا عندكم حماس، عندكم حاجات كتيره انتوا بتعملوها في وقت واحد. عندكم بعض الامور اللي بتحاولوا توصلوها لقدام، لكن في توتر، في مضايقات من ناس حواليكم، الله اعلم. في بدايه جديده، البدايه دي هتكون نهايتها حلوه، لان شايفه لكم نسر، والنسر ده بيدل على الانتصار اللي هيكون في البدايه اللي انتوا داخلين فيها. بدايه في موضوع، بدايه في مشروع، بدايه في تفكير قرارات، الله اعلم. لكن البدايه اطمنكم ان هي حلوه وبشرتها خير، وهتمشي بما يرضي الله، وهتنتهي بالطريقة اللي انتوا عايزينها وبتحلموا بيها. لو كانت علاقة حب فهي هتنتهي بجواز وبقلب جميل، لو كانت مشروع الله اعلم، فعشان ما نكترش على بعض في الكلام، لكن هي البداية هتكون نهايتها حلوة قوي. طيب، انتوا هنا دايما ماشيين بما يرضي الله، متحبوش تعملوا حاجة غلط، لكن في ناس بتوقعكم في مشاكل، في بتوقعكم في ضغوط نفسية، خدوا بالكم من الناس السلبية. في هنا رضا مرسوم على وشكم، يعني انتوا راضيين بما يرضي الله، راضيين بالتفاؤل اللي عندكم، راضيين ان ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب. احلى حاجة فيكم ان انتوا راضيين بأي حاجة يعملها لكم ربنا. في هنا اتعرضتوا لخيانة انتوا، وصدمتكم، تعبتوا، اتخذلتوا، حصل عندكم شوية خلافات من ناحية الخيانة دي ومكنتوش متوقعين، وحصل شوية توتر لدرجة ان انتوا هربتوا ومشيتوا واختفيتوا فترة لحد ما حاولتوا تبقوا يعني حاولتوا ان انتوا تقفوا على رجلكم من جديد، وعشان كده راجعين بقلب جامد. في نقطة من بداية السطر، لكن في حرف الاتش، حرف الاتش في بينكم وبينه كلام، ممكن كمان يكون عندكم علاقة ثلاثية، وفي نقطة هتتحط على العلاقة الثلاثية دي، لان ربنا هيكتب لكم نجاء، هتنجوا من العلاقة اللي جابها لكم مشاكل او من الضغوط اللي انتوا فيها. بس حاولوا تبعدوا عن الاستفزاز، متخلوش حد يستفزكم خالص، لان انتوا هم معرضين الفترة دي لحد هيستفزكم، انت هتعرف ترد عليه طبعا، لكن هو هيكون وقح او عينها وقحة، يعني هيردوا بكل بجاح، فاخدوا بالكم. طيب، عندكم حد بيتعامل معاكم ومبين ان هو بيحبكم، او هو عايز لكم الراحة، لكن مغرور، متكبر، شايف نفسه عليكم، دايما بيحسسكم احساس ان هو احسن منكم، بيحسسكم ان هو تعب في حياته وجاهد وانتوا قاعدين كده ما بتعملوش اي حاجة، يعني دايما بيحسسكم كده بنقص، لكن انتوا ولا حياة كنتوا نادي، ماشيين بمبدأ
ان انتوا اي حاجة تضايقكم تبعدوا عنها، وده احسن حاجة انتوا بتعملوها الفترة دي، واكتر القرارات دي صح انتوا بتاخدوها. بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم مشاعر، في حد هيجي يعترف لكم عن حب، عن مشاعر جديدة، عن حاجة تخص الحب، لاني شايفة انه في مشاعر كبيرة جدا، والموضوع هيمشي وهيبقى فيه خير، لكن انتوا خايفين ان الموضوع ما يتمش، في حيرة عندكم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، بسم الله. طيب في حد هيدعمكم وهيساعدكم الفترة دي في الأمور المادية، في تحسن أو استقرار، وفي انفراج حلو قوي عندكم، ودي بتدل على تغيير عتبة. الانفراجة دي هتنطبق على الناس اللي عايزة تغير عتبة بس، يعني لو انتوا عايزين تغيروا عتبة في تغيير عتبة عندكم. طيب كمان في شخص هيواجهكم بكلام جارح او مزعج، والشخص ده هتقطع علاقتكم بيه بعد ما اكيد طبعا انتوا استحملتوا منه حاجات محدش يستحملها. اظن انتوا فاهمين كلامي كويس جدا. شايفة كمان عندكم شخص كبير في السن دايما واقف في ظهركم وبيساعدكم في افكاركم، في طريقتكم، في حياتكم، في كل حاجة، عشان كده هتتغلبوا على القلق والخوف اللي ملازمكم اليومين دول. شايفة كمان هنا ان انتوا لازم تخلوا بالكم من كرامتكم كويس جدا، وتخلوا بالكم من نفسكم وتحصنوا نفسكم، لان في حد في حسد شديد عليكم واقع قوي وعلى عيشتكم، وهو ده السبب الرئيسي اللي مبوظ لكم كل حاجة انتوا في يعني في كل في حياتكم، ودايما بتحسوا ان مفيش حاجات بتكمل، لكن بفضل ربنا في علاقة حب كاملة وهتبقى فيها خير، وفي حاجات كتيرة هتكمل بإذن الله. لكن انتوا هنا في حاجة منتظرينها من بعيد، يعني او حاجة بتبصوا لها من بعيد، الله اعلم، في بصة بعيدة قوي او انتظار لحاجة بعيدة، فان شاء الله بإذن الله ربنا يقربها منكم. في قرار هتاخدوه، والقرار ده ممكن شراء ذهب، استثمارات، في قرار حلو هتاخدوه، لان في فترة راحة، فترة هدوء، فترة استقرار، في أمور حلوة هتتخطوها بشكل كبير جدا. شايفة كمان هنا في حد حواليكم بيحب يتجسس عليكم أو بيحب يراقبكم على أي مكان وفي أي وقت، الحد ده مركز معاكم قوي ودايما بيوصل له أخباركم بطريقة مباشرة. الشخص ده هيكون عندكم عكسات معاه، وهيبقى فيه امور عكس ما انتم متخيلين. شايفه كمان ان انتم الفتره دي تحاولوا تحافظوا على فلوسكم او على استثماراتكم او على زي ما يكون اي حاجه فيها مال، عايزاكم تحافظوا عليها كويس جدا، وبالاخص العشر ايام اللي جايين دول، وزي ما قلت في طاقه انجاب، في خبر بمولود، في مولود بإذن الله الفترة دي، يعني الفترة اللي جاية بفضل ربنا، وهتفرحوا جدا لأن انتوا مستنيين مولود بقالكم مدة. طيب شايفه لكم كمان هنا عندكم حد روحاني في حياتكم، او انتوا اشخاص روحانيين جدا، ففي امور بتحسوا بيها قبل ما بتحصل في حياتكم،
عايزة اقول لكم كمان ان انتوا عندكم وجع في المعدة، وجع بشكل مستمر، والوجع ده هو جرثومة معدة لا قدر الله، في يعني في وجع في المعدة عامة. فان شاء الله بإذن الله هيكون في شفاء. في اجتماع، لان شايفاكم قاعدين على مكتب حلو، اجتماع هيدور حواليكم، وفي شخص هيكون دمه تقيل او مش هيكون ظريف في القعدة كده، مش هيكون يعني لطيف، لكن بعد كده بعد ما تاخدوا وتدوا مع بعض هتحسوا قد ايه ان انتوا فاهمينه غلط، وان الامور فيها سوء تفاهم. فانتوا هتشوفوا الفترة اللي جاية استقرار حلو. هتبقوا يعني بتحبوا خلفة البنات، او في حد من البنات بعيد عنكم بالنسبة للمطلقات المنفصلات، او انتي بتحب اخواتك، في علاقة تخص بنات يعني، يعني في رابط بينكم وبين حد من بنات. في هنا شخص غامض، شخص هيكون بيحاول يقرب منكم من ابراج هوائية، هيحاول ان هو يقرب، يحاول ان هو يتدخل في حياتكم، وهيجيب لكم طاقة سلبية. عايزاكم تحذروا منه، الشخص ده اول ما تلاقوه بيجيب لكم طاقة سلبية ابعدوا عنه وريحوا دماغكم، لان انتوا مش ناقصين تقلب مزاج يعني. شايفة كمان هنا في قضية او تفكير مشتت حياتكم، او صراع بينكم وبين نفسكم، امور معاكسة. وشايفة كمان ان بعد التشتت ده خبر حلو، ممكن خبر سفر، وهيكون مميز جدا، وهترتاحوا في الخبر ده، لان الخبر هيفرحكم وهيخليكم تحسوا بالفرح والبهجة من بعد تعب. طيب مين عنده شراء عربية او حاليا عنده عربية؟ يعني لو انتوا عندكم شراء هتشتروا عربية فده خير ليكم، ولو انتوا حاليا عندكم عربية ما تدوهاش لأي حد يسوقها، يعني لو عندكم ابن ما يسوقهاش، بلاش يعني تخلوا حد يركب العربية غيركم. في هنا حد بيدعي عليكم، حد بيتحاسبن فيكم، يعني في واحدة بتتحاسبن فيكم وقريبة منكم وبتتكلم في ظهركم مش كويس خالص. الست دي عينيها واسعة، هيجي الوقت اللي هتقعدوا مع بعض وهيبقى في مواجهة كبيرة ما بينكم، وفي واحد هيحكم ما بينكم، والشخص ده هيكون صوته عالي، لكن انتوا هتكونوا حراسيين جدا، عندكم حرصا تاما ان انتوا تدوهم الفرصة انهم هم يعلوا صوتهم عليكم، يعني هيكون عندكم كده قدرة، وهتحاولوا ان انتوا تحلوا كل الخلافات علشان تمشوا تبعدوا عن الطريق ده. شايفة لكم هنا حاجة متأجلة، في حاجة عمالة تتأجل في حياتكم، زي ما يكون بقى الحاجة الله أعلم، لكن في حاجة عمالة تتأجل كل شوية، تتأجل تتأجل تتأجل، وانتم مش عارفين السبب، رغم ان عندكم 4 اشارات الفترة دي، يعني في 4 اشارات انتوا اللي هتبشروني بيهم، 4 اشارات هيحصلوا لكم وهيغيروا فعلا امور عندكم. طيب في حد انتو مش مسامحينه لكن بتحنوله، يعني حد بتحنوله من وقت للتاني، حد كده ما يعني انتو فاهميني كويس جدا، حد مش تقله لكن بتداره ومش عايزين تسامحوه، مستنينه حد مستنين يبدأ هو بالسماح، الله أعلم. في بعض الأفكار الإيجابية اللي هتدخل حياتكم،
خلوا بالكم. مين عندكم بحرف العين والسين والنون؟ مين التلات الحد اللي عندكم من الحروف دي؟ لانه هيساعدكم ان انتوا هيكون عندكم دفعة لقدام الفترة اللي جاية. شايفة كمان ان في علاقة من الماضي، معنى ان علاقة من الماضي، شريك من الماضي، موضوع من الماضي كنتوا بتفتحوه، ورث من الماضي، هو في حاجة تخص الماضي. تمام، هترجع لكم الحاجة اللي هترجع لكم دي من الماضي، مش هتكون خير ليكم. ما تفتحوش على نفسكم باب انتوا مش يعني مش عايزين وجع دماغ، فما تفتحوش على نفسكم بباب من الماضي، اللي فات مات وانتوا ماشيين بالمبدأ ده. فما مش عايزاكم ان انتوا تفضلوا ايه تركزوا في اللي فات، لا، اللي جاي هيكون احسن عندكم، وبالاخص ال25 يوم اللي جايين، لان 25 يوم اللي جايين دول هتكون الطاقة بتاعتكم مفتوحة وهتكون عامة. ومعنى ان هي مفتوحة وعامة، معنى ان انتوا هيكون عندكم امور هتستجد، امور هتتخطوها في حياتكم. رقم 7، رقم 7 ده في رابط ما بينكم وما بين رقم 7، يعني الله اعلم، لاني ما فيش اي حاجة داي اي حاجة تفسر رقم 7، لكن رقم 7 ظاهر عندكم. يعني في طفل مريض عندكم، او ست مريضة عندكم، حد مريض يعني، دايما شايلين همه، دايما تعبانين من ناحية الحد اللي تعبان ده، لان انتوا شايلين همه جدا. ارجع واقول تاني، لان ظلم اهل الشريك او ظلم الشريك نفسه او العلاقة التالتة، في ظلم باذن الله، باذن الله في رجوع حق، يعني في ظلم من جزء من ظلمكم، بإذن الله الفترة الجاية هتبقى في تيسير حلو على حياتكم. في نغزة في القلب بتجيلكم. هو انتوا ليه بتقولوا، يعني دايما بتقولوا احنا في حد سحر لنا؟ لان في احلام في المنام بتجيل، يعني في احلام بتجيلكم بتقول تفسيرها بيقول ان انتوا عندكم سحر في حياتكم، صح الكلام ده؟ في اكتر من منام، لدرجة ان في منام جالكم انه في، يعني في منام تفسيره بيقول لكم مكان السحر، وانتوا عندكم شك كبير جدا في اكتر من حاجة. ارموا ورا ظهركم وربنا بإذن الله هيفك لكم كل اذى انتوا فيه، لان انا شايفة اني هنا ما يعني مش عايزاكم تتعبوا نفسكم، لان بإذن الله ربنا قادر على كل شيء. هنا بقى في فلوس، في موضوع يخص فلوس، مسلفين حد فلوس ومش عارفين تاخدوها، لإما حد ليه عندكم فلوس ومش عارفين تسدوها، الله أعلم. ففي مواضيع تخص فلوس، فلو حد ليه عندكم فلوس، بس أنا ما أعتقدش إنه في حد بيبقى ليه عندكم أنتوا بالأخص فلوس، لأن أنتوا دايما كده متألقين، دايما ما بتحبوش تناموا غير لما تسدوا اللي عليكم، انتوا فيكم الطبع ده. لكن في موضوع فلوس، ممكن يكون ديون متراكمة عليكم، الله اعلم، او انتوا ليكم فلوس، يعني هو في كلام يخص فلوس كتيرة، ده في اشتباك حوالين الفلوس. طيب حاليا بتدعو لحد، بتدعو لحد ربنا يشفيه، حد يطول عمره، الله اعلم، لكن في دعاء مستجاب ليكم حلو قوي. الدعاء ده ممكن يكون دعاء اطفال، ممكن يكون دعاء لحد يشفيه، انتوا اللي بتكرروا الدعاء ده لمين، انتوا شايفة ليكم دعوة مستجابة.
في واحدة أختكم بينكم وبينها مشكلة، يعني مرات أخوكم أو أختكم مبينة إن هي كويسة معاكم وإن هي عايزة لكم الخير وإن هي فرحانة لكم، لكن هي وراها اشتباكات كتيرة، وراها كلام، وراها حاجات يعني انتوا عايزين تفهموها لكن مش فاهمين، وده طبعا سببه ان انتوا يعني مش عايزين تدخلوا نفسكم في اللي مالكمش فيه، لكن هي يعني عاملة زي كده السهم، في حاجات كتيرة وراها، فانتوا بتحاولوا يعني تقولوا حسب الله ونعم الوكيل وبتستكفوا. في هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني قعدت مواجهة، مش مواجهة، قعدت راس براس، يعني لو انتوا حاطين هدف قدامكم توصلوا له هتوصلوا له وهتقعدوا قصاده، يعني دي البشرة اللي ممكن اقولها لكم بجد، انتوا هتوصلوا للهدف، هتوصلوا للتحقيق، هتوصلوا للانطلاقة، هتوصلوا للحاجة اللي انتوا عايزينها، لان انتوا قاعدين على كرسي والكرسي ده حاطين تاج على دماغكم، وده بيدل على الاكتمال الامور اللي في حياتكم. اتمنى لكم الفرح والهنا والسعادة والرزق والتفاؤل، انزلوا باللايك اهم حاجة، وقولوا لي الفيديو يستاهل منكم ايه، ومنتظرة كومنتاتكم الجميلة اللي زيكم، تحياتي ليكم.